مكملين معكم مشاهدينا، وبصيرنا نستقبل بها الفقرة السيدة غادة ضو من شركة لوريال. أهلا وسهلا فيك مدام غادة. مدام غادة، من المعروف أنه لوريال باريس هي الخبيرة بالمنتجات المضادة للشيخوخة، ومنعرف كمان أنه اليوم لوريال عم يحتفل بالعيد العشرين لإطلاق العلم لريفيتاليفت. خبرينا أكثر عن أحدث هالابتكارات. أول شيء مثل ما تفضلت وحكيتي أنه لوريال باري هي رائدة بعالم الجمال، خاصة بعالم سكين كير. نحن بالنسبة للوريال البشرة هي منا جزء، هي البشرة هي بتدل على السيدة، بتعكس شخصيتها، بتعكس نفسيتها، هي بتتأثر بالعوامل الخارجية. يعني ولا مرة بتحسيها بتشبه التاني، كل مرة بتتأثر بالعوامل الخارجية بنطاق نمط العيش اللي عم بتعيشه، وهذا الشيء ببين على بشرتها. وروفيتا ليفت بعد 20 سنة عم بيقدم المستهلكات تبعه منتج روفيتا ليفت متطور بالبروليتينول أدفانس، هلا رح نحكي عنه لاحقا بالحلقة، اللي هو بيقدم للمستهلكين الوافيين للوريال روفيتا ليفت بالتحديد أجدد الابتكارات يلائم السيدة. يعني فهمنا وكأنه في أنواع متعددة من التجاعيد، يا ريت بتوضحي لنا أكثر مدام ضو. يمكن في منا بيعرف، في منا ما بيعرف انه في عنا نوعين التجاعيد. عنا التجاعيد الأفقية اللي هي أكثر شيء بنشوفها على الجبين، وعنا التجاعيد العمودية اللي هي أكثر شيء بنشوفها بين العيون حول الأنف وحول الفم. هي التجاعيد الأفقية عادة بتدل على تقدم سن البشرة، بينما التجاعيد العمودية بتدل على تقدم سن البشرة، وبنفس الوقت بتعطي مظهر حزين للسيدة. يمكن نحن ما بننتبه لها، بس هي كتير بتبين على الوجه. هيدي التجاعيد ممكن تكون عميقة بالبشرة، وهيدا الشيء ببين على تقدم سن البشرة قد ايه تعبانة. سيدة غادة، سبق كمان ونوهتي لأنه الصيغة الحديثة كمان هي مصنوعة من بروريتينول وفايبر لاستل، فيك تشرحي لنا أكثر وشو الفوائد كمان؟ نحن عادة الفورميلا القديمة كانت غنية بالبروريتينول، بينما الفورميلا الجديدة هي غنية بالبروريتينول أدفانس المتطور، اللي معروف إنه بقدرته القوية بمقاومة التجاعيد، وهذا الشيء كمان بيساعد على تجدد الخلايا بقلب البشرة، وبيساعد على تماسكها أكثر تالبشرة تكون تجاعيدها أقل. وبالإضافة للفيبرلاستيل مثل ما حكيت، اللي هو بيشتغل على ألياف الإلاستين الموجودة بقلب البشرة، اللي مع الوقت بنفقدها نحن. نحن بحاجة لمقاوم لإنجريدينت قوي يساعد إنه يشد هيدا البشرة ويعطيها تونيسيتي أكثر. شفنا إنه المجموعة بتضم 4 منتجات: كريم النهار، كريم الليل، كونتور العناية بالعيون، وعم نشوف هلا وكريم النهار SPF 30. شو الفرق بين داي كريم العادي وداي كريم SPF 30؟ نحن بتعرف إنه البشرة عادة فيها كتير مشاكل من تجاعيد، من ترهل، من بقع داكنة. السيدة كتير بهمها مش بس تعالج التجاعيد والترهل للبشرة، كمان بهمها إنه تحمي بشرتها من أشعة الشمس. مشان هيك نحن وفرنا للسيدة نوعين من الكريمات: كريم مع حماية SPF 30 اللي هي تعتبر حماية عالية ضد الـ UVAs والـ UVBs. UVAs اللي ما بيعرف هن أشعة الشمس اللي بتضرب الكولاجين والإلاستين بتاني طبقة من البشرة، والـ UVBs هن اللي بيوصلوا لأول طبقة من البشرة اللي ممكن يعملوا لنا دارك سبوت بقع داكنة بالمستقبل. هيدا الكريم للسيدة اللي بتحب تستعمل الواقي الشمسي الخاص لها فيها، تحط الداي كريم فوق الواقي الشمسي، واللي بتفضل كريم واحد موجود بقلبه SPF 30 داي كريم، هو كمان بيحميها من أشعة الشمس الضارة الـ UVAs والـ UVBs. يعني بالنهاية فينا نقول لأي شريحة من النساء فيها تتوجه وتستعمل الريفيتا ليفت؟ هلا نحن على طول بالوريال بنقول في العمر الحقيقي للسيدة وعمر البشرة. نحن بنطلع على البشرة أي متى تبلش تتعب، بتظهر عليها التجاعيد الأفقية والعمودية بالتحديد، ابتداء من عمر 35-40 سنة مثل ما قلنا حسب كل سيدة. وبنفس الوقت نحن كتير منصر بالوريال أنه السيدة تستخدم روتين معين اللي هو بيوصلها لبشرة صحية أكثر، من عناية تنظيف، من كريم نهاري، كريم ليلي، وكريم عناية للعيون، لأنه البشرة بتتجدد. هيدي نصيحة للسيدات آخر شيء، البشرة بتتجدد حالة بحالة كل 4 أسابيع، وقتا نحن عم نستعمل المنتج المضبوط لبشرتها رح تكون كتير راضية عن حالة، خاصة بمنتج مثل روفيتا ليفت أدفانست بالبروريتينول اللي هلأ متوفر بالأسواق. سيدة غادة ضو، شكرا لوجودك معنا، وشكرا كمان على المعلومات اللي قدمت لنا إياها بخصوص روفيتا ليفت. نحن أكيد نلتقي فيك قريبا. شكرا لك.